واحدة من أفضل الآليات العسكرية، ماذا نعرف عن مدرعة النمر الإسرائيلية؟ تصنيع أمريكي وتصفيح إسرائيلي، دخلت الخدمة في عام 2021، تحمل بداخلها 14 جندياً مع عتادهم، تزن العربة 10 أطنان أو يزيد، لها قدرة على حمل ما يفوق وزنها، مصفحة ضد الرصاص والأسلحة الخفيفة. مع بداية عام 2023 تم تعديل النمر لتصبح مضادة للعبوات الناسفة والعبوات التفجيرية الصغيرة. للعربة قدرة على المناورة والحركة السريعة، فيها فتحات تستخدم للقنص المباشر. جسم العربة مطلي بمواد تؤخر الاشتعال، وتكلفة إنتاجها 1,000,000 شيكل، ما يعادل ربع مليون دولار أمريكي. رغم كل هذه التجهيزات، سقطت العربة أمام عبوة محلية الصنع زرعها مقاومون في مدينة جنين. تعطلت العربة بالكامل وأصيب من بداخلها، تناثرت أجزاؤها من عبوة واحدة. فهل يكذب الاحتلال في موضوع التصفيح؟ أم أن النمر كان أرنب من البداية؟